طيب خلينا نروح لاخبار الاهلي النهارده. بالمناسبه المران النهارده سري ومغلق، احنا عارفين الفريق بيستعد لمباراه مهمه جدا بكره. مهمه طبعا، لان احنا هنقابل فريق بني سويف فين؟ في بطوله كاس مصر. واي مباراه انت بتلعبها مهمه، حتى المباريات الوديه بالنسبه للنادي الاهلي فهي مباريات مهمه. فبالتالي مباراه غايه في الاهميه، دور 32 مع بني سويف في استاد القاهره ان شاء الله باذن الله بكره الساعه 7:30. الاهلي بيستعد لهذه المباراه من خلال مران اخير خلال هذه اللحظات بيجرى، وابتدى في تمام الساعه 4 عصرا، وبعد المران الجهاز الفني هيعلن عن القائمه الخاصه بهذه المباراه. فبالتالي المران كان مغلق وسري، وما فيش اي حد قدر ان هو يتابع المران النهارده بناء على طلب وتعليمات من الجهاز الفني والاداري بالنسبه للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. لكن احنا هنقول لحضراتكم بعض الاخبار. يعني في فحص طبي لمحمد هاني قبل المران، لان محمد هاني كان بيشتكي بعد مباراه النجم الساحلي من اجهاد عضلي. فبالتالي هيتم معرفه مدى جاهزيه اللاعب لخوض مباراه الغد، مباراه بني سويف، او على الاقل تقدير جاهزيته لمباراه الهلال السوداني، المباراه مهمه قوي طبعا يوم الجمعه اللي جايه في بطوله الدوري ابطال افريقيا. ده بالنسبه لمحمد هاني. بالنسبه لصالح جمعه، لان الناس كتير جدا بتسال على موقف صالح جمعه. صالح جمعه عنده اشتكى من الام في العضله الضمه خلال الفتره الماضيه، وخضع لبرنامج تاهيلي تمهيدا للعوده للمشاركه في المران الجماعي. لعيب مهم صالح جمعه، نتمنى باذن الله ان ايامه تيجي بقى، نتمنى باذن الله. هو في ايده كل الكلام ده، الفرص دايما متاحه لصالح جمعه قدامه، كل حاجه في ايده. طبعا الجهاز الفني بيسعى لتجهيز اكبر كم ممكن من اللاعبين يبقى متاح قدامه، لان ما تنساش ان صالح جمعه من اللاعبين المقيدين افريقيا، ولاعب مهم طبعا. وعندك غير صالح جمعه اي لاعب مصاب فهو لاعب مهم بالنسبه للنادي الاهلي، فانت عايز الكل يبقى جاهز ومتاح بالنسبه لك كمدير فني عشان تقدر تختار براحتك وتقدر تتعامل في الجانب الخططي والتكتيكي باريحيه تامه. بالنسبه لحمدي فتحي، حمدي فتحي بيستكمل العلاج الطبيعي، واحنا عارفين حمدي فتحي للاسف الشديد جاله قطع في الغضروف فعمل الجراحه مؤخرا في المانيا، فعنده بعض الجلسات العلاج الطبيعي كتمهيد للبدايه في البرنامج العلاجي نحو عودته باذن الله للملاعب بشكل جيد وسليم تماما. دكتور خالد محمود كان حريص جدا في التواصل، وده دوره طبعا وواجبه، والاطمئنان على حالة اللاعب بعد عودة الفريق من تونس، ومتابعة برنامجه العلاجي اللي بيقوم بتنفيذه وفقا لتعليمات الخبير الألماني ماير اللي بيشرف على علاج حمدي فتحي. لاعب مهم قوي، نتمنى له العودة سريعا للملاعب. طيب ده فيما يتعلق بأخبار النادي الأهلي. أول ما القائمة تنزل على طول بإذن الله، لو نزلت على مدار الحلقة حلقة كلام في الميديا، هنقول لحضراتكم قائمة الفريق الأول لكرة القدم لمباراة الغد، والمتوقع ان يبقى في بعض التغييرات في التشكيل، ودايما مستر فايلر بيعمل بعض التغييرات في التشكيل بالمناسبه، لكن ممكن المره دي تشوف او بكره تشوف وجوه جديده. لعيبه الفتره اللي فاتت دي ما كانتش بتشارك في الماتشين الاخرينين بالتحديد، يعني مباراه الجونه ومباراه النجم، تلاقي البعض الاخر بيلعب يعني. فكلها حسابات للجهاز الفني، هو ادرى واحد بيها، وهو ادرى واحد في كيفيه التعامل واقحام او مش اقحام، يعني ادخال بعض اللاعبين في التشكيل الاساسي طبقا للرؤيه الفنيه الخاصه به. بالمناسبه ومناسبه مباراه الاهلي بكره مع بني سويف في كاس مصر، فكاس مصر دور 32 بالتحديد ابتدى النهارده بماتشين، ماتش ما بين وادي دجله وبيله، والمباراه اعتقد كانت 4-0 لحد الشوط الثاني، صححوا لي يا جماعه لو الكلام غلط. بالنسبه 4-0 بالنسبه لوادي دجله على بيله، والمباراه الثانيه هتبقى ما بين مصر المقاصه وفاركو. النهارده ايضا في مباراه في بطوله الدوري، هي مباراه مؤجله بسبب مشاركه فريق طلع الجيش في كاس العالم العسكريه، فبيلعب سموحه، وهي مباراه سموحه، والمباراه هتكون في تمام الساعه 7 مساء او 6، ومباراه ايضا هتكون مهمه في بطوله الدوري.